انتم تتابعون طبعا بكل تاكيد الدوريات الاوروبيه وتتابعون حتى كره القدم العالميه. مباريات نصف النهائي، مباراه نصف النهائي الهلال سيقابل فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء الاهلي المصري يقابل ريال مدريد الاسباني. في امل نشاهد فريقين عربيين في النهائي؟ الاثنين يلعبوا النهائي؟ اي في امل. شوف انت بتتكلم بالمنطق ولا نتكلم بالعاطفه؟ لا اتكلم على وضع ريال مدريد وفلامينغو لسه بادي الموسم عنده، هذا الرهان اللي قاعد. لا شوف انا اقول لك شيء، يعني انت منطقيا انه ما هو المغرب وصلت نصف النهائي يا جماعه كاس العالم. ايوه بعد كاس العالم. يعني ليش؟ بس شوف احنا لا شوف احنا نتكلم منطقيا انه الهلال والاهلي بيلعبوا على المركز الثالث والرابع، هذا المنطق. طيب كيف نلعب على النهائي؟ لا هذه توفيق من رب العالمين. شوف ريال مدريد، أنا اليوم كنت بتكلم حتى مع أبو نوران بقول له ريال مدريد، أنا ماني مشجع لريال مدريد عشان لا هذه ولا مشجع لبرشلونة. ريال مدريد من الفرق اللي هو سيء يكسب، عنده الشخصية هذه. خسر أمس مع مايوركا. إيه خلي أنا بتكلم في المباريات المفصلية والمباريات الحاسمة. ريال مدريد عنده الشخصية إنه هو في أسوأ حالاته يكسب. لا تخوف الأهلي المصري. لا حقيقة حتفوزوني أهلاوية. نتمنى إنه الأهلي والهلال يكونوا في النهائي، بس نحن بنتكلم بالمنطق وكرة القدم. فلامينغو البرازيلي كم النسبة تعطيها بصراحة؟ إنه يتأهل الأهلي المصري والهلال. نبدأ في الهلال السعودي مع فلامينغو، بعدين نروح أو نكمل معك على الأهلي والهلال. 5% توفيق من رب العالمين بس. 5% للأهلي المصري. نلعب الأهلي والهلال في النهائي 5% وتكون بتوفيق من رب العالمين. أو زيدها شوي يا أبو عمر عشان النسبة تزيد شوي. أنا أقول لا وتكون توفيق من رب العالمين. طيب ممكن يكون طرف. أنا ترى مو تقليل من الفريقين، بالعكس الفريقين ترى فريقين أبطال، بطل آسيا وبطل أفريقيا. إحنا نتكلم بالمنطق وعلى الورق. فضل. أنا بالنسبة لي بعد ما شفنا كأس العالم يا كابتن ما في شيء، يعني ما في شيء غريب دحين في كرة القدم. يعني ممكن الهلال المباراة الجاية يوم الثلاثاء إن شاء الله يلعب مباراة، يعني مباراة غير كل المباريات. ممكن كابتن أنا مباراة الاتحاد والنصر قسما بالله يمكن تقريبا من 10 سنين ما شفت الاتحاد بهذا الوضع. دحين مو إني بدخل اسم الاتحاد، لا ترى الاتحاد لعب مباراة مرة كبيرة قدام النصر. إيه بس أبو نوران الاتحاد والنصر الهلال والاتحاد هذه فيها 50-50. اللعيبة أتجلوا في الملعب. كل واحد خرج اللي عنده. يعني أنا اللي أقصده يعني الهلال لو قدر إنه يخش بنفسية وبروح عالية في المباراة هذه ترى ممكن يسوي مشكلة. هو بس للعلم ترى كويلار كان لاعب في فلامينغو، أحد نجوم فلامينغو. ميشيل كان لاعب فلامينغو، احد نجوم فلامينغو، الى الان الى الان يطالبون في عودته. الكفه الفنيه ليست متساويه. لا يعني لا ترى فلامينغو ليس بالفريق الفارق الكبير. لا احنا نتكلم على مستوى المنافسات اللي بتصير الان. البرازيل مش احنا بنتكلم الهلال. لا احنا بنتكلم الهلال، الظروف اللي بيمر فيها الهلال. احنا مو من الان، احنا من بدايه الموسم لو مكتمل الهلال. شوف الهلال لو مكتمل بلعيبته وعنده لعيبه اجانب مختلفين، في 2-3 الهلال كان يحتاج لاعبين، ممكن الهلال كان يروح ابعد. لكن على الفريق الحالي صراحه انا بشوف انه 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 المباراه اللي لعبوها الاخيره يعني كانت مباراه كبيره وبالروح. نحن يعني شوف انا عندي مو فلسفه، يعني انا عندي نظريه في الفرق الاوروبيه والفرق شو اسمه هذا امريكا الجنوبيه، فرق امريكا الجنوبيه. يعني نحن دائما لما نلعب ضد الاوروبيين غير ترى ضد الاوروبيين بيكونوا عنيفين علينا يعني في الملعب، يعني يعرفوا ايش يبغوا بيخلصوا بسرعه المباريات وكذا. لكن غير لما تلعب، انا اتذكر لما لعبنا نحن مع سان باولو كاس العالم خسرنا 3-2 والمفروض الوقت الرسمي يكون 3-3، يعني لنا بلنتي الحكم ما اعطانا هو. يعني لعبنا مع والوقت هذاك الفريق ذاك كان اقوى فريق في البرازيل ومن افضل الفرق. حتى الهلال لعب مباراه كبيره مع تشيلسي مع فلامينغو، لعب مع فلامينغو. احنا انا بتكلم بالمنطق وبدون عاطفه. نسبه وصول الاهلي والهلال للنهائي ما تتعدى 5%. ولا واحد منهم كابتن ممكن بلنتي وطرد. لا انا بدايه المباراه ممكن احنا نتمنى، بس انا بتكلم بالمنطق. طيب لا بس عشان بخليك شويه تميل. ها ترى فلامينغو لما لعب المباراه في السوبر ما اعتقد فلومينينزي او كورنتيانس لا اتذكرها، ومباراه في الدوري، مباراتين بدا الموسم تو يبدا عندهم في البرازيل. في المقابل الهلال فريق مستنزف
لعيبته عنده نقص كبير. الهلال ترى ناقص لعيبه، يعني انت تتكلم 6-7 لعيبه ترى شيء مو سهل. طلعوا سبعه ولسه اللي فيه، وغير اللعيبه الان اللي بيلعبوا هم يعني يعني لاعبين قبل يومين او ثلاث ايام مباراه ومباراه صعبه. بدليل خرج سالم يعني سالم، بنقول سالم استهلك. شوفوا حتى امس كان قرار فني ام قرار بدني لما استبدل سالم ويقالوا ما دام ما غيروا المدرب اكيد. انا اتوقع انه بس ابو نوران الدقيقه اللي تغير فيها 80 وهو عارف انه مو حيروح لضربات جزاء لا، وهذول اللعيبه يشوتوا. انا ما ادري يعني هل هي يمكن يصير، ممكن يكون يعني بدني اكثر، الله اعلم. وسالم من اللعيبه اللي في اي وقت يسوي لك الفرق، بس هو ممكن نزل. لا هو غير، كان الفريق خسران. اي خسران كان الفريق خسران، معناته لا فني 100 بحت يصير فني بحت، ما صح مو بعد التعادل. بس كابتن انا ابغى عادل اخرج زي سالم من الملعب، ممكن ما كان في يوم. هو الحلول عندي قدام، هو اللي يسوي لي الحلول، هو اللي يوصل الكوره اصلا. بس صراحه كاريلو لما نزل هو اللي غير شكل الهلال حقيقه. يعني حسين صدمنا، متشائم احباطنا حسين. لا منطقيه. انا متفائل والله، والله نتمنى وليه لا يعني ممكن، بس احنا بنتكلم احنا نتكلم على الورق. لو فريق ارجنتيني ما انا اقول لك الهلال بكره يعدي.